شوف، عندنا مشكلة احنا اعتقد في ثقافة التشجيع، بمعنى انه انا يعني انا مشجع للفريق الفلاني، انا مو اروح عشان بس نتيجة وعشان مستوى وعشان كذا، انا اروح عشان هذا الكيان، وبالتالي حيزداد العدد، حيحرص كل واحد فينا انه يروح انه يحضر في الملعب، وحتلاقي الملاعب كلها مليانة، الانتماء للفريق للمدينة. هذه عندنا فيها مشكلة في الثقافة. الآن الغريب جدا هذا الموسم جمهور الاتحاد، كنا نضرب في المثل في أسوأ حالاته كان يملي الملعب، مضبوط ولا لا؟ الآن هذه ترى ظاهرة خطيرة على الاتحادين أن يتداركوها سريعا، بمعنى ترى لو مل الجمهور لفترات طويلة ممكن حتفقد أهم نقاط القوة في فريق الاتحاد وهو جمهوره. أنا أعتقد أن جمهور الاتحاد في سنوات سابقة، يعني البطولات النفس القصير، الموسم الماضي واللي قبل المواسم الماضية هذه اللي جاب فيها كأس ولي العهد، كأس ملك، كان الجمهور هو السبب الرئيسي فيها، ترى مش الفريق، لأن الفريق كان عادي جدا. الجانب الآخر الفرق اللي ما عندها الآن، لما نلوم الفرق الجماهيرية في هذا الجانب، يعني جمهور الأهلي يلام، يعني انت شايف فريقك في انقسام بين الرئيس والمشرف، هذا واضح للعيان، وفريقك الان تحسن وبدا ينافس، دخل المنافسه، ليش ما تحضروا في الملعب تساندوا فريقكم، تكونوا انتم فعلا اداه مهمه لتحقيق البطوله. اللي يلاموا الفرق اللي تحت مع المليون هذه، لازم يكون في عمل مختلف. انا الان باخذ مليون في كل مباراه، خلينا نجرب عبد العزيز بالله، انا الان كل مباراه اخذ مليون وما عندي جمهور يعب الملعب، ايش اسوي؟ اشتغل شغل اقتصادي، اصرف 300,000 في المباراه، اروح اجيب جمهور، فهمت قصدي؟ جمعيات خيريه، ناس عاديين، اصرف 300,000 400,000 واجيب مليون، يعني اكسب 600,000 700,000 بدل انا جالس ولا شيء، الملايين قاعده تطير مني وانا ما اشتغل. ترى هذا خلل في الادارات، انت الهيئه تحفزك بمليون ريال وانت جالس تستنى الجمهور، ما حيجيك الجمهور، تستنى الجمهور لما تجيب بطوله يعني، ولا خلاص اكلمك على الفرق اللي تحت يعني. فهذه المفترض على واضح الهيئه، ترى الهيئه يبغوا الملاعب مليانه، طب انتوا يا اداره الانديه المفروض تشتغلوا، هذا خلل في الادارات. فلهذا يعني انا ارى انه يعني غريبه، يعني ترى تناقض بوجود مليون ريال الان والجمهور يقل، ترى تناقض، هذا تناقض غريب في الدوري.